سلام، نتمنى تكونوا بخير. بزاف منا مازال ما قدروش يعوضوا مواد التنظيف الكيماويه بمواد التنظيف الطبيعيه. اغلبيه ديال المواد الكيماويه ديال التنظيف فيها مواد سامه. حقيقه ان المواد المنظفه الكيماويه ما كترحمش البكتيريات والجراثيم، ولكن في نفس الوقت ما كترحمش عينينا، الجلده ديالنا، الريه ديالنا، وحتى البيئه. الا باقيين باغيين نستعملوا هذه المواد الكيماويه، ناخذوا بعض الاحتياطات. التخزين نحطوه في مكان مهوي بعيد على شي مصدر الحراره وبعيد على الدراري الصغار. قراو مزيان طريقه الاستعمال وكميه الكميه اللي خصنا نستعملو. نحلو القرعه بشويه، مهم بزاف 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 ما عمرنا منشمو القرعه. نهويو مكان التنظيف اثناء وبعد التنظيف. ما عمرنا ما نخلطو جوج ديال المواد الكيماويه ديال التنظيف. عمرنا ما نخويو القرعه ديال الماده الكيماويه في شي قرعه ديال العصير ولا ديال المناضه. تعلموا نقراو العلامات ديال الخطر. اهم حاجه هو ان نحيدو علينا المواد الكيماويه اللي خطره علينا وعلى البيئه. سلامه.